المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية واللي بيشرفنا دلوقتي عبر سكايب. الحقيقة باشمهندس انه يعني كتير من رجال الأعمال اللي عندهم انتماء للقطاع العقاري ما فيش شك ان هم بيفكروا في هذا القرار لانه اكيد هيحدث نوع من انواع التغير بشكل او باخر. غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات اللي حضرتك بترأسها مؤكد تم اجتماع بين اعضاء الغرفة للنقاش حول هذا الموضوع وتقديم مقترح للحكومة يفيد القطاع والمطورين والعملاء في نفس الوقت. الحقيقة أنا بصفتي كرئيس مجلس إدارة لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وأيضا رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية دعوت إلى اجتماعين عاجلين لمناقشة زملائي الأعضاء في وجهات النظر في هذا الشأن، وكانت النتيجة الحقيقة تتلخص في ثلاث كلمات. الأولى هو أن تحقيق التوازن بين العلاقة الثلاثية بين جهات الولاية اللي هي في أغلب الأمور بتكون هي الحكومة مثل هيئة المجتمعات أو هيئة التنمية الساحية أو هيئة التنمية الصناعية، جهة الولاية على الأرض مع المطور العقاري مع مشتري الوحدة كمثلث بيقفل عملية التطوير العقاري، كان من الهام جدا أن يكون هناك توازن في هذه العلاقة واتزان حتى يستمر هذا القطاع أولا وده يهمني بالكلية جاذبا للاستثمارات العربية والأجنبية، لأن هذا القطاع بيشهد نمو كبير جدا في جذب الاستثمارات الأجنبية ومن اللائق ومن المهم المحافظة عليه لأنه بيجيب عملة صعبة، لأنه هو قبلة جيدة جدا للمستثمرين. يمكن كان عندنا لسه شهادة مؤكدة للمرة الثانية من إحدى رؤساء شركات التطوير العقاري الإماراتية الكبيرة الذي أقر في لقاء منذ أسبوع أن مصر هي الدولة رقم واحد بالنسبة له في تحقيق الربحية، وأن هي مصر هي الدولة التي يرغب في الاستمرار فيها برغم أن هذه الشركة بتعمل في 14 دولة خارج بلدها. فدي رسالة يعني مش هنقدر نقول ان احنا بنقولها باعتبارنا وطنيين وبندافع عن بلدنا وعن قطاعنا، لا دي رساله ليها عمق كبير جدا لانها تاتي من مواطن اماراتي يعني بيقول الحقيقه في مجملها عن القطاع العقاري انه جيد وجاذب وحقق فيه ربحيه كبيره. عشان نحافظ على هذه الجاذبيه وايضا نحافظ على القطاع وعلى مشتري الوحدات كان من اللائق تحديد بعض العناصر اللي فخامه الرئيس وجه بيها ازاي يكون في ضمان للمشتري، لان الحقيقه في الفتره الاخيره في بعض المطورين عندهم حداثه عهد او ما عندهمش الخبره الكافيه يمكن يكون هو ده سبب في صدور هذا القرار. كان في بعض الممارسات التي يجب انها يعاد التدقيق فيها حفاظا على هذه المنظومه الثلاثيه. لكن ايضا على الجانب الاخر من المهم بمكان ان يتم دراسه هذا الامر في اليات تطبيقه بعمق شديد علشان المحافظه على هذا الاتزان، لان ايضا المطور العقاري عليه أعباء مالية ويعمل كممول بنكي لصالح المشتري بالزبط. وعليه أعباء متعددة وكثيرة، فالمحافظة على المطور العقاري واستمرارية جاذبية هذا القطاع له في التوسع في العمل لما يتسبب فيه من فتح فرص عمل كبيرة جدا بتمثل تقريبا 25% من فرص العمل المتاحة في مصر بالزبط. ده أمر هام جدا، ومن هذا الإطار تم الاتفاق على التنسيق على اجتماع ان شاء الله هيكون غالبا الاسبوع القادم او اللي بعديه مع وزير الاسكان ومع دوله رئيس الوزراء لمناقشه المقترحات اللي تم تداولها في الغرفه والشعبه وراي الحكومه وصولا الى صياغه متوازنه، لان برضو الحكومه حريصه جدا على المطور الحقيقه، ويعني في كل الاتصالات التليفونيه اللي تمت مع المسؤولين اكدوا اهميه المحافظه على المطور العقاري وعدم وجود اي اضرار عليه وايضا اهميه المحافظه على المشتري وايجاد الاليه التوازنيه دي. الحقيقه مهندس طارق شكري يعني الفتره الاخيره غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات يعني صدر عنها العديد من القرارات والمشروعات اللي ساهمت بشكل كبير جدا في تطوير القطاع وتنظيمه. بنشكركم كل الشكر وتمنياتنا ليكم بمزيد من التوفيق والنجاح في غرفه التطوير العقاري لصالح القطاع العقاري. بشكرك يا فندم.